الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تن، ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. وصباح الورد عليك يا حسام. صباح الورد عليك يا مها، صباح الورد على كل السادة المشاهدين. صباح جديد دايما بأمل جديد، أهلا بكم. حلقة جديدة، حلقة برضو متنوعة ومختلفة وفيها كتير من الأخبار والمتابعات. كمان هيكون عندنا فقرة مهمة جدا طبعا هتمس ناس كتير قوي في مصر، أكتر من 8 مليون قد طبعا تأثروا بشكل أو بآخر بقانون الإيجار القديم اللي دلوقتي بيبحثه البرلمان أو قارب كمان على انتهاء من الجدل والنقاش حواليه، وطبعا ده هيغير في العلاقة ما بين المستأجر وأيضا المستفيد من الشقق الإيجارية بشكل أو بآخر. والجميل بقى كمان أن احنا دايما بنقول الموسيقى هي غذاء الروح، ويا سلام بقى لو الموسيقى دي صوفي. هيكون معانا فرقة بتنشد مزيكا صوفي وأغاني صوفية جميلة جدا، هنستمتع بيها كده ويبقى في نوع من الريلاكسيشن الصبح في صباح الورد. وده طبعا بعد عودتهم للقاهرة بعد غياب 3 سنين. عبد الله المنصور منشد فرقة ابن عربي للغناء الأندلسي هيكون في ضيافة طبعا صباح الورد، هينورونا هنا في الاستوديو ومتعونا بأغاني صوفية وجو كده روحاني جميل قوي. خاصة ان هم كمان بيستعدوا لإطلاق ألبومهم، هيصوروا 3 فيديوهات من القاهرة، وفرقة طويلة وتاريخها كبير أكتر من 30 سنة، جم من طنجة في المغرب ويعملوا عروض في مختلف دول العالم، ولسه كمان في عرض بكره في دار الاوبرا المصريه اللي حابب يلحق يروح كمان يسمع فرقه ابن عرب. كمان مواضيع المهمه عندنا النهارده واللي هنبدا بيها، يكون عندنا طبعا متابعه لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيسافر طبعا النهارده في زياره هتستمر لمده 4 أيام لالمانيا، العاصمه طبعا برلين. هيلتقي فيها المستشاره انجيلا ميركل الالمانيه، والزياره طبعا بتاتي للمشاركه في اعمال القمه المصغره للقاده الافارقه رؤساء الدول والحكومات واعضاء المبادره الالمانيه للشراكه مع افريقيا، ده طبعا في اطار مجموعه ال20. وطبعا بتلقي يعني العلاقات دي بتلقي الضوء على الترابط المتميز ما بين مصر وألمانيا، مش بس النهاردة لكن كمان من سنين طويلة جدا. اللقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هيكون السادس بين زعيمين في خلال 6 سنوات، ومن المتوقع أن يكون على أجندة اللقاء نقاش حول قضايا الإرهاب والهجرة وأزمات المنطقة في سوريا واليمن وليبيا، والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين. التعاون الاقتصادي المصري الألماني من أكثر الشراكات الاقتصادية نجاحا في المنطقة. وخلينا كمان نشوف جرافيك لأهم أرقام التبادل التجاري ما بين البلدين ونرجع لكم مرة ثانية. يمكن ده استعراض لبعض الجوانب الاقتصادية في علاقاتنا بين مصر وألمانيا، لكن كمان الشق السياسي شق مهم جدا، وتوقيت الزيارة أيضا بيحمل رسائل، وأيضا هيكون في وفق طبعا لبيان رئاسة الجمهورية لقاء على صعيد القمة ما بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية، وأيضا لقاءات هتدور مع زعماء الأفارقة فيما يتعلق أيضا بأعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في دور انعقادها التاني. هنفهم أكتر أهمية هذه الزيارة وهتنعكس
هتنعكس ازاي على مصر من خلال ايضا لقائنا مع سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق وسفيرنا السابق في المانيا واللي عنده ايضا كاميرا صباح الورد. صباح الورد يا فندم منورنا. صباح الخيرات اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك وهروح معاك مباشره. يعني العلاقات ما بين مصر والمانيا تطورت كثيرا في الفتره السابقه رغم ما كان بيشوبها من بعض الفتور خلينا نقول بعد ايضا ثوره 30 يونيو لكن شفنا التحسن التدريجي في هذه العلاقات ووصلنا الى شراكه مهمه جدا في النهايه. حضرتك شايف توقيت هذه الزياره وايه اللي هتعكسه على العلاقات المصريه الالمانيه؟ هي علاقات قديمة جدا من أقدم علاقات مصر الخارجية بل أن باحث في رسالة الدكتوراه بتاعته في ألمانيا يمكن وأنا هناك من 30 سنة وأنا كنت بالمناسبة نائبا للسفير فاكتشف أن ألمانيا أوفدت مبعوثين بدرجة قناصل إلى القاهرة والإسكندرية من أكثر من 150 سنة النهاردة فبالتالي العلاقات قديمة جدا. التوقيت الحالي يعني مش موافقك بان نقول ان في حصل جفاء هو حصل استفسار والاستفسار ده شرعي لما حصل التغيير بثورة 30 يونيو التي قام بها يعني ملايين عريضة من الشعب المصري من حق اي دولة تقول ما الذي يجري في مصر وبمجرد ما قيل ما الذي يجري في مصر عادت العلاقات لكامل حجمها واللي أثر أكثر هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشترك في لقاءات منتدى دافوس سنة 2013 عقب الثورة المصرية والتقى بالمستشارة أنجلا ميركل وأحد الألمان همس في أذني أن الكيمياء بين الرئيس والمستشارة كيمياء جيدة يعني حصل على المستوى الشخصي حصل تقدير متبادل بين الرئيس والمستشارة. الآن هذه يمكن خامس أو سادس زيارة في هذه الفترة القصيرة وده يدلك على عمق العلاقات وأنا بطمئن لما بنجتمع على المستوى الرئاسي لأن يستطيع المستوى الرئاسي أن يعطي دفعات للعلاقات يعني إحنا كسفراء نستطيع طبعا بوسائلنا أن نصل إلى بعض المزايا بعض المشروعات بعض القرارات لكن عشان أنا أصل لرئيس الدولة هاخد 3-4 سلمات لكن أنا معايا الرئيس أو أنا مع الرئيس أكون في المواجهة مباشرة ونستطيع أن نحصل على ما نريد على الفور على مائدة التفاوض ولنا تجارب في هذا مشروع تطوير التعليم الصناعي في مصر اللي هو معروف باسمه مبارك كول تم في لقاء بين الرئيس السابق مبارك وبين هيلموت كول وهمسنا في أذن رئيس مصر لكي يطرح هذا المشروع على الجانب الألماني وقبل على الفور في دقائق. عشرات المشروعات تقوم بها ألمانيا في مصر. ألمانيا شريك سياسي مهم جدا رغم أن ألمانيا يعني تدعي أن هي نشاطها السياسي أقل بحكم أنها كانت دولة من دول الحرب العالمية الثانية في الهزيمة لكن ألمانيا أغنى دولة في أوروبا أكبر اقتصاد في أوروبا ثاني أكبر مساهم في حلف الأطلنطي وتموله أكبر مساهم في الاتحاد الأوروبي وتربطنا بألمانيا علاقة مهمة في إطار الاتحاد الأوروبي من حيث أن المعاهدة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي معاهدة المشاركة المصرية الأوروبية تلغي الحدود الجمركية بيننا يعني ما فيش جمارك على الصادرات المصرية إلى ألمانيا ولا هناك جمارك على صادرات ألمانيا إلى مصر ده طبعا جعل التجارة تقفز 4 مرات في سنة 2010 عما كانت عليه في 2003 وده نجاح كبير لسياسة الانفتاح التجاري والاقتصاد المصري طيب. اللي بيؤكدها زيارات الرئيس الحالية طيب سيادة السفير أيضا فيما يتعلق بالملفات الأبرز المطروحة من خلال لقاء الزعيمين هذه المرة أيضا في ألمانيا وخاصة وكمان على الصعيد العربي في مجموعة من القضايا اللي هتم أيضا بحثها والمستشارة الألمانية ميركل كانت في أيضا اسطنبول بتناقش أيضا الملف السوري فيما يتعلق بقضايا المنطقة كمان إيه الأبرز اللي هيكون مطروح في هذه اللقاء؟ هو عادة في مثل هذه اللقاءات لأن اللقاءات يعني واخد حقها من الوقت كل ما يخطر في بالنا من مصالح مشتركة مصرية أو ألمانية بتطرحها الطرفين طرف بعد الآخر
وبالطبع على المستوى السياسي أعتقد أن حديث الساعة هو ما يجري في سوريا. الحادث المؤسف الذي حدث في اسطنبول لابد من أن المستشارة ستستشير الرئيس في كيفية التناول والتعامل مع مثل هذا الموضوع. الوضع في ليبيا محتاج إلى اهتمام، والوضع في اليمن أيضا، بل أن هناك طبعا اتفاق مكتوب بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي وفي مقدمة ألمانيا لمحاربة ما نسميه الجريمة المنظمة. الجريمة المنظمة تنقسم إلى 4 أشياء: الهجرة غير المشروعة، وألمانيا تهتم بهذا جدا، تجارة المخدرات، غسيل الأموال، والإرهاب. هي 4 جرائم كل واحدة متصلة بالثانية، وألمانيا لها باع طويل في هذا، وكانت تعاني من الإرهاب في الثمانينيات. وطبعا أريد أن أزيل من ذهن المشاهد أن الإرهاب ملتصق بمنطقتنا فقط. نذكر بأن في ألمانيا عصابات إرهابية، البدر مانهوفن والألوية الحمراء، وكل هذه العصابات التي تقود عناصر إرهابية وتعتدي على الأجانب وتعتدي على السفارات. وهذا ملف مهم جدا، لأن ألمانيا لديها الإمكانيات الفنية للتعامل مع مثل هذا الموضوع. وحضرتك ذكرت الهجرة غير الشرعية، وإحنا حققنا الموضوعات التي تهم الجانبين. وفي صعيد ملف الهجرة الشرعية كمان مصر حققت يمكن نجاحات في هذا الملف، وده ملف بيهم ألمانيا في التوقيت الحالي بشكل كبير جدا. كلانا مهتم بهذا الموضوع، وهقول لك خبر جيد، إن ألمانيا بترحب لو أن هناك هجرة مشروعة، هجرة قانونية من مصر، لأن ألمانيا بتنقرض، معدل المواليد أقل من معدل الوفيات. يعني أنا شفت من المناظر الطريفة رحلة عملها مدرسة من 9 طلاب، مدرسة كلها 9 طلاب و12 مدرس. فألمانيا تحتاج إلى هجرة قانونية، ولهذا الحديث معها مهم لنا. أشير هنا إن إيطاليا أعطيانا 6000 تأشيرة للدخول المشروع، بشرط انك انت تكون عامل مؤهل مدرب مطلوب بتعاقد الى اخر هذا. فتعاوننا في الهجرة غير المشروعة تعاون جيد، ومصر معروف انها ليست مصدر لهذه الهجرة ابدا، لاننا بنحد من المنبع، رغم ان مصر نفسها مستقبلة لمئات الالاف من اخواننا من سوريا، للملايين من السودان. لدينا ملايين السودانيين يقيمون بيننا ولا يشعر احد بغربتهم. الفلسطينيين أو اللبنانيين في أزمتهم كثيرا ما يلجؤون للقاهرة، ونحن لا نطردهم وإنما نستوعبهم دون أن نقلق الطرف الآخر. لهذا نحن شريك مهم جدا في مسائل مواجهة الهجرة غير المشروع. سيادة السفير جمال بيومي، فيما يخص الدور الألماني في المنطقة العربية وعملية السلام تحديدا، عايزين نعرف ما مدى أهميتها وإيه النقاط اللي بتتوافق فيها مع الدور المصري في عملية السلام في المنطقة. في موقفين في غاية الأهمية لألمانيا بقيادتها في الاتحاد الأوروبي، أحد القادة الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي. واحد، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم ماليا للسلطة الفلسطينية، وبالتالي هو يعرف قيمة الصمود الفلسطيني على الأرض، هو يدعمه تماما بكثير من المشروعات. وكثيرا ما يحدث أن إسرائيل تدمر المشروعات التي بنتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتحدث هنا مباحثات شديدة الوطأة على إسرائيل، لأنهم يطالبون إسرائيل بتعويض ألمانيا وتعويض فلسطين عن المشروعات التي تدمر نتيجة العدوان الإسرائيلي. الموقف الثاني الأوروبي هو أنهم لا يعترفون بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا حدث وصدرت هذه المنتجات، هذه المستعمرات، منتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء منتجات زراعية أو صناعية، لا تعطى لها أي مزايا وتحاصر حتى لا تتمتع إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية. فهو موقف إذن قوي، موقف نادرا ما نجد دولة أخرى تقفه، ونحن نشجع الاتحاد الأوروبي على أن يقوم بدور أكبر في المسألة الفلسطينية. سيادة السفير، يعني سياسيا يعتبر نشاطه أقل كثيرا. سيادة السفير، يعني في أقل من 10 أيام كان في زيارات للرئيس السيسي، روسيا، السودان، ألمانيا، هل في رابط مشترك ما بين هذه الزيارات فيما يخص زيارة ألمانيا؟
طبعا الرابط الأساسي هو أننا نفتح كل الملفات الراكدة، الملفات التي لم تلقى العناية أو حصل ظروف لتأخر العلاقات مع بعض الدول. وإذا كنت بتسألين عن الوضع مع روسيا، فروسيا والاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية وصلت في يوم من الأيام إلى 68% من تجارة مصر الخارجية، وتراجع هذا نتيجة تخلي الروس عنا في السبعينيات وقت مبادرة الرئيس السادات ومحاولات السلام المصرية. الروس هم اللي تخلوا عنا في هذه الفترة، ثم لحقوا بنا بعد 30 ولا 40 سنة ليجدوا أننا كنا على الطريق الصحيح، ونراهنهم على جبهة الصمود والتصدي صدام حسين والقذافي وحافظ الأسد، كان رهان غلط وعادوا إلينا. الروس على فكرة ندعمهم كثيرا، أن كثيرا من السياسات التي اعترضوا عليها من السياسات المصرية ندموا واتبعوا ما اتبعناه بعد أن اتبعناه بأربعين سنة. بس يمكن حضرتك يا فندم أشرت لنقطة مهمة، هو في كله في إطار تنويع العلاقات المصرية طبعاً، وأيضا العلاقات الاستراتيجية مع جميع الأطراف في إطار طبعا حفظ مصر لي. ده صحيح، وكسب أسواق كنا نحتل فيها مركزا طيبا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي، صباح الورد على حضرتك، وبالتأكيد هنتابع كمان ملف زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، زيارة مهمة واللقاء السادس هنتابعه خلال معاكم من خلال شاشة قناة تاني. اعتقد ان كل الزيارات دي مش بس الزيارات دي واللي قبلها بتجاوب تاني على السؤال. البدايه هي مصر تحارب الارهاب نيابه عن العالم. مصر يعني يمكن الرئيس كمان بمناسبه بقى قرب طبعا منتدى شباب العالم، كان من احد التوصيات الهامه جدا في منتدى شباب العالم العام الماضي ان مكافحه الارهاب واللي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هتكون بند من بنود حقوق الانسان. نروح بقى لاحد النجاحات الاخرى اللي بتحصل في بلدنا وان مصر قدرت تعملها في الفترة الأخيرة، ملفات الإسكان بشكل عام. احنا المفروض الأسبوع ده بنشوف الطرح العاشر للإسكان الاجتماعي، وأصبح عندنا كمان أكتر من ربع مليون وحدة إسكان اجتماعي في مصر، بخلاف 355 ألف وحدة تانية بيتم تنفيذهم. شفنا حوالي 14 ألف وحدة تم بنائهم كبديل للإسكان الخطر، وما يزيد عن 100 ألف وحدة في مشروع دار مصر، وحوالي 50 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، بخلاف طبعا العاصمة الإدارية الجديدة. النجاحات دي وتصميم الدولة على ان هي تتدخل في الملف ده بقوة وانها تبني شقق آدمية وآمنة للمواطنين، والتوسع كمان في برنامج التمويل العقاري، مش كده يا حسين؟ طبعا يبدو طبعا انه التوسع في كمان فكرة التمويل العقاري، بس خلينا نقول كمان انه احنا عملنا اسكان لفئات مختلفة. صحيح. اللي حابب طبعا من سواء فكرة اسكان الشباب او اسكان الاجتماع او حتى الاسكان الفاخر في بعض المناطق. وخلينا نقول انه احنا كنا دايما معاكم ننزل نصور على ارض الواقع، يعني صحيح. احنا نزلنا ورحنا صورنا في العاصمه الاداريه، رحنا كنا في دار مصر، رحنا صورنا في عندنا 15 صحيح. مدينه جديده ولقينا الصور، وكنا بنشوف بنفسنا يمكن احيانا عمليات البناء والتشطيب. وانا بنفسي الحقيقه يمكن كنت محظوظ انه نزلت في بعض هذه الجولات وشفت بنفسي فكره التشطيب اللي تم. كمان مش عايزين لسه موضوع مهم ما يتعلق به كمان الوحدات السكنيه، اكثر من 70 ألف وحده سكنيه في المناطق اللي هي كانت الاكثر العشوائيات الاكثر خطوره، وده ملف برضه حققنا فيه نجاح كبير. طيب خلينا بقى يعني نعرف مزيد من التفاصيل من الاستاذ الدكتور استاذ هاني يونس، المستشار الاعلامي لرئاسه الوزراء والمتحدث باسم وزاره الاسكان. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباحك صباح الورد. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا احنا كل ما بنحقق نجاحات على الارض بنلاقي الاخوان واعلامهم بيبقى كجبهه مضاده، بيبتدوا ان هم يشوهوا هذه الانجازات بشكل او باخر. وطبعا احنا كنا بنتكلم على كم الشائعات اللي بتحصل في على مدار اليوم وعلى مدار الشهر وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا كمان فيما يخص التشطيب. فحضرتك عايز يعني في البدايه توضح للمشاهدين ايه الشائعات دي والرد الحقيقي اللي على الارض عليها. خلينا في البدايه اكد لحضرتك ان ده امر متوقع جدا، احنا اكدنا اكثر من مره ان احنا في حرب، وهم بيحاولوا يحبطونا كل يوم بكم كبير من الشائعات، بيحاولوا يقللوا من حجم الانجاز اللي بيتم تنفيذه، مع ان كل الجهات الدوليه مش احنا اللي بنقول الكلام ده اشارت بهذا الانجاز اللي تم في ملف الاسكان في مصر وفي ملف التنميه العمرانيه بوجه عام. اما يجي رئيس البنك الدولي يشيد بمشروع الاسكان الاجتماعي ويدعو الدول المختلفه
إلى أن تحزو حزو مصر في هذا المشروع. لسه كان من يومين عندنا بعثة من البنك الدولي وأكدت أن مصر نجحت. مجرد نجاح مصر في استمرار هذا المشروع منذ 4 سنوات واستمرار التمويل ليه وأنه يناسب شريحة محدودة الدخل، ده نجاح في حد ذاته. تشطيب الوحدات، إحنا كدولة نفسنا بنقول أن إحنا لازم المواطن اللي بيستلم الوحدة يستلمها مشطبة على أعلى مستوى، سواء كانت مشروع الإسكان الاجتماعي أو في مشروع دار مصر الإسكان المتوسط أو سكن مصر أو المشروعات الفاخرة. طبعا عندنا المشروعات اللي هي اللي بتناسب أهالينا الأقل دخلا زي مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كلنا بنشوف تشطيبها المتميز عامل إزاي. فمش معقول طبعا هنأثر في تشطيب او تنفيذ عدد اخر من الوحدات للشرائح الاعلى. وبعدين كمان فكره المدن الجديده قايمه على فكره ان هي تبقى المدينه الشامله الكامله، يعني بمفهوم فلسفه جديده، فده اكبر رد متهيألي على فكره التشطيب وغيره، ان احنا عندنا فلسفه جديده اصلا في بناء المدن. انا هقول كمان حاجه مهمه جدا يا استاذ حسام، في مشروع دار مصر بالذات اللي بيلقى من بعض المواطنين سواء شكاوى او الشائعات اللي انتشرت عليه وبيقولوا التشطيب بتاعه وحش. اولا طبقا لاي حاجه لاي معيار في الدنيا، انت ما بتنفذ عدد كبير من الوحدات لازم بيحصل فيه مشاكل في كذا وحده ما فيش مشكله فيها. اما بتعمل عدد من لو انت في مصنع بدل بتعمل براندات عالميه لازم يطلع في كذا بدله فيها ديفو ما فيش مشكله فيها. انما المهم ان انا كدوله انا اللي بقول له، مع ان انا بنفذ مليون وحده سكنيه في مشروع الاسكان الاجتماعي وبنفذ مئات الالاف في سكن مصر ودار مصر ومشروعات طول المناطق العشوائيه، انا اللي بقول له ان لما تلاقي وحدتك فيها مشكله ما تستلمش وارجع للمهندس المشرف على المشروع عشان يجبر المقاول اللي بينفذ المشروع ينفذ لك وحدتك مظبوط. النقطه دي مهمه قوي يا فندم، عايزين برضو نعيد عليها مره اخرى. وارد ان يبقى في اخطاء، اذا في اخطاء في الاستلام يبقى انت ما تستلمش بالظبط ويروح للمهندس المشرف على المشروع ويقول له الكلام ده. ده رقم واحد. رقم اثنين بقى، اذا كان مشروع دار مصر يا فندم في مشكله، طب ليه الناس بتتقاتل، بمعنى بتتقاتل على انه ياخدوا فيه؟ احنا عندنا طرحنا المشروع ده مرحلتين اثنين، المرحله الاولى خلصت وكان في عدد كبير من المرحله الاولى كمان فوق الوحدات المطروحه، والمرحله الثانيه كان في عدد كبير برضه ما طلعش في القرعه وعملنا قرعه تكميليه، وفي عدد ثاني برضه ما طلعش في القرعه التكميليه. تخيلوا حضراتكم عشان ياخدوا الوحدات دي رفعوا قضيه على الوزاره عايزين ياخدوا وحدات بهي طريقه. فهل حضراتكم لو الوحدات وحشه الناس هترفع قضيه عايزين تاخد الوحدات دي؟ هل بيتم توضيح كل المعلومات اللي حضرتك قلتها دي، يعني هل بيتم توضيح كل اللي حضرتك بتقوله ده على شبكات التواصل الاجتماعي ايضا كرد على الجبهه المضاده اللي هي احنا بنواجه تقريبا زي ما قلت من شويه حرب شائعات طبعا يوميا. وبالتالي احنا عملنا في مركز المعلومات او في مجلس الوزراء اداره لرصد الشائعات تابعه للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريبا طلع يوم ويوم لا تغيير كبير. البعض قال كمان يا فندم انه مشروع جنه جاء بعد انتهاء مشروع دار مصر او لمعالجه الاخطاء اللي حصلت في مشروع دار مصر، ده بعد برضه ما قيل، ترد بايه؟ لا يا فندم، مشروع جنه احنا زي ما انت حضرتك قلت من شويه ان وزاره الاسكان بتعمل مشروعات تناسب مختلف شرائح الدخل. فزي احنا ما عملنا مشروع لتطوير المناطق العشوائيه بقى مشروعات لتطوير المناطق العشوائيه، وعملنا الاسكان الاجتماعي محدود الدخل، وعملنا سكن مصر ودار مصر للاسكان المتوسط. وايه الناس تركز في الكلمه دي، اسمه اسكان متوسط. دار مصر وسكن مصر المره الثالثه اسكان متوسط مش فاخر. فعملنا دلوقتي بقى كمان ايه مشروع جنه وسميناه اسكان فاخر. مشروع جنه بيفرق كبير عن سكن عن دار مصر وسكن مصر. ده كومباوند مغلق، في حمام سباحه، في كلاب هاوس او دار اجتماعي. الكلام ده مش موجود لا في دار مصر ولا في سكن مصر. التشطيبات بتاعته ارقى واحسن من دار مصر وسكن مصر، عشان كده هو اغلى من دار مصر وسكن مصر. وضحت النقطه دي يا فندم؟ وضحت النقطة دي. أنا يمكن عايز أفكر حضرتك موقف كنا في، يعني لو حضرتك تفتكر كنا يمكن بنصور في يوم في العاصمة الإدارية الجديدة، وقلت لي إنه وزير الإسكان ساعتها الدكتور مصطفى مدبولي كان قادم عشان وأنا شفت ده بعيني الحقيقة، يعني إنه جاي يبص على تشطيب التشطيب فقط. يعني حتى سألته وقتها قلت له هو الوزير جاي؟ قال لي بس هو جاي بنفسه يبص على تشطيب الشقق. حتى يعني استغربت إن هو بيتابع بنفسه اللي هي تفاصيل تشطيب الحمامات، القيم، حاجات بسيطة يمكن ده شفته بعيني، فربما قد تهون شهادة لكن ده اللي شفته بعيني. يعني بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
نشكرك شكرا جزيلا. وننتقل لخبر اخر وبنتكلم عن مهنه يمكن بقى قليل قوي اللي بيمتهنها في الوقت الحالي. المهنه دي ايه بقى؟ والله مع ان احنا كلنا محتاجينها في الحقيقه، اللي هو صانع الاحذيه العموله. عم محمود شاكر من الخمسينات وهو ساكن قريب من مجلس الوزراء في شارع حسين حجازي، عنده ورشه لصناعه الاحذيه قربه من مجلس الوزراء خلاه يكون صانع احذيه لعدد من الوزراء ورؤساء الحكومه. وكاميرا صباح الورد زارت محل عم محمود شاكر، وخلينا نشوف حكايته في التقرير ده ونرجع لكم مره ثانيه. 60 سنه متوعد فيها عم محمود مع شمس النهار، هي تنور وهو يفتح بابه الرزق ربنا. هنا في شارع مجلس الوزراء وقدام مبنى الحكومة هتلاقي عم محمود في مكانه بيشد الخيوط ويا الجلود بمصنعية عالية. ما هو زباينه طول حياته ناس مهمة عارفهم وعارفينه، وقوالب الأحذية الخاصة بيهم مطبوعة بأساميهم. بحب صنعتي، بحب امسك الحاجه اعملها يد وبايديا. ما بعمل حاجه كويسه وتطلع حلوه انا مبسوط، مش عشان الزبون يعني، بابا انا مبسوط، دماغي مبسوطه فيها. بحب شغلتي، واي حد بيحب شغلته بينجح فيها. تعاملت مع عاطف صدقي بالذات، دخلت له المكتب جوه وخدت مقاسه وعملت له شغل. حتى انا راجل محترم جدا، حتى جيت اقيسه بجزمه ما رضيش ان انا اقيسها له، يعني هو للاسف نفسه. سافرت تركيا عملت له شغل. خيوط كفه وتفاصيله بتحكي عن صنايع سايغ زي ما بيقول، عاشق لمهنته وبيحلم يشوفها زي ما كانت زمان. الجد ده درجات زي الذهب، عيار 18 عيار 24 عيار 21. لما بعمل انا كده هتلاقي الحته دي عندي ميته، دي ميته من الدق. بص تلاقي في كله في ايديا هنا من الكماشه والدق على الرجل. فين الايام انا ارجع تاني لمده 40 سنه تاني؟ يا ريت. احلم بالصنعه دي ياخدوا دبلون احذيه، يعني يعملوا مصنع كبير يعلموا الناس، بدل احنا ما نستورد جزم السيل اللي بيجيب مرض في الرجل، اللي احنا ما نطلعش انتاج. ايامنا كان متصدر روسيا. رغم سنين عمره السبعين بس كل شيء في مكانه، ريحه الجلد، صوت الدوشه وغرس المسامير، تفاصيل بتدي عم محمود معنى للحياة. روحي كل مكان ده. في شبابي كنت بشتغل وبنام هنا، يعني عندي المحل ده أحسن من أي حاجة، حد أحسن من عيالي كلهم، أحسن من الست الصبيان اللي عندي. عم محمود اتعلم من وسط البلد مصر الحقيقية معنى الانتماء، وآمن بقدسية العمل، وده اللي بيديله الأمل كل يوم جديد يشتغل بجودة وفخر عرفت العالم معنى كلمة صنع في مصر. رضوى رحيم لصباح الورد. يعني يمكن لما بنشوف التقرير دلوقتي الناس هتقول طب هو عاملين تقرير ليه؟ اهو راجل شغال وخلاص، ولا يا عيني يا عم محمود. لا احنا عايزين يا جماعه نلقي الضوء على اهميه الصناعه اليدويه. الراجل ده ايديه تتلف في حرير، كل الناس اللي سافرت في اي دوله اوروبيه عارفه كويس قوي يعني ايه هاند ميد. اي صناعه فيها هاند ميد بتبقى اغلى بكتير قوي من تقفيل المصانع. فلما يكون عندنا كنز زي الراجل ده اعتقد يعني يليق بيه انه الموضوع يكون على اوسع بقى، مش قاعد في محل صغير وقاعد بيتحسر على انه ما حدش مقدر الصناعه زي ما كانت من 40 سنه، ولا ايه رايك؟ مع ذلك هو بيقول لك المحل ده اهم من، يعني هو معتز رغم التحديات بفكره انه عنده المحل بقاله سنين طب. طويله. هم دول صناعيه مصر، خلينا نقول دي الايد اللي يعني كان بيبص على ايده وشوف كم الشغل طبعا عبر السنين، بس بيقول له دي ايد يحبها الله ورسوله. خلينا نقول يعني نتمنى انه يعني الراجل الحمد لله على قيد الحياه الى الان، يعني الناس تستفيد بخبرته ويبقى فيه شباب من اللي بيقبلوا. احنا بنشجع كمان الصناعات اليدويه والدوله بتشجع الصناعات اليدويه، يقبلوا على ان هم يتوارثوا بقى الحرفه دي منه. بالتاكيد، ويعني بركه في اولاده يكملوا نفس المسير ويفضل المحل. نتمنى. نشوف طبعا. نروح معاكم بقى الموضوع تاني.
الطقس الايام دي طبعا احنا مش عارفين هو الحقيقه خلاص دخلنا في مرحله البرد يعني وخلاص الشتاء على الابواب. لا هيئه الارصاد بتقول لك لا ده درجات الحراره هترتفع مره تانية، وعشان كده لازم ناخد بالنا من فكره اللبس بشكل او باخر عشان هيبقى فيه تباين في درجات الحراره، وده التجو طبعا ممكن يؤدي ان انت تعيا بشكل او باخر، فخد بالك. هنروح معاكم نشوف تقرير برضو عن درجات الحراره المتوقعه عشان برضو ناخد احتياطاتنا. الجو النهارده لطيف، ده اهم حاجه لحد دلوقتي. طيب خلينا نروح معاكم لقصه ثانيه. احنا كنا متابعين معاكم طبعا قصه ارتفاع اسعار بعض الخضروات في الفتره الاخيره، وخاصه ما يتعلق بموضوع البطاطس، ويمكن جبنا اكتر من جهه واكتر من هيئه علقت على الموضوع ده، ووريناكم كمان من خلال صباح الورد بعض المنافذ اللي بتعملها وزاره التموين بيقول يكون فيها سعر الخضروات والبطاطس تحديدا ارخص شويه. في مبادره كمان طلعت بيها وزاره الداخليه، وايضا ده كان شعار الداخليه امبارح، واللي اعلنت انها ايضا استطاعت ان هي تضبط اكثر من 1680 طن من البطاطس لدى التجار المحتكرين. ده في سلسله الحملات برضو اللي كانت ايضا بتجريها مع الداخليه الرقابه الاداريه، وكمان ده كشفيه جديده او ضبطيه جديده لبعض من محتكري البطاطس في مصر. وكمان عملوا انه قالوا هنعمل مبادره اسمها كلنا واحد. المبادره دي حضرتك بتبيع الخضروات كلها وخاصه الطماطم والبطاطس اللي ارتفعوا مؤخرا بسعر 5 جنيه للطماطم و6 جنيه للبطاطس. الشوادر دي افتتحتها وزاره الداخليه بالميادين الرئيسيه، وكانت بالامس تشهد اقبال كبير وطوابير من بعض المواطنين للشراء بالاسعار المخفضه زي ما بنشوف محركه في الصور اللي تم تداولها من امبارح. طوابير كبيرة يعني. طوابير كبيرة. وخلينا يا جماعة نتكلم دلوقتي على نقطتين مهمين جدا قامت بيهم وزارة الداخلية مشكورة، وطبعا احنا بنتكلم في ان هي ترجمة شعار ايد بتحمي وايد بتساعد. وفي الحقيقة من الناحية الرقابية قبضوا على التجار الجشعين وضبط 1680 طن من البطاطس كانوا التجار بيحتكروها، بعض التجار او بعض فئات التجار الجشعة. ده غير 3200 اللي تم ضبطهم في الغربية والمحلة من كام يوم. بالظبط. فاحنا جدا بنتكلم على الضبطيات وبنتكلم على الرقابه. الجزئيه الثانيه هي اغراق السوق، يعني احنا علشان نواجه السوق السوداء او زي ما بيحصل كده، دي حاجه شبه السوق السوداء، الدوله بتقوم باغراق السوق بالبضاعه اللي هي كانت قايمه عليها السوق السوداء دي علشان تبوظ او تفوت الفرصه على التجار الجشعين. النقطه الثالثه بقى هي اللي ناقصه في الحقيقه وبنطالب بيها، وهي العقوبة الرادعة المشددة. يا جماعة احنا لو بنتكلم على نقول محمد علي باني حضارة مصر الحديثة، مش عايز اقولك محمد علي كان بيعمل ايه في التجار الجشعين اللي دايما كانوا بيستغلوا ظروف المواطن او يعملوا حركة الاحتكار دي. فاعتقد انه لما يكون في عقوبات رادعة
وتتقال كده علني على التجار دول اعتقد انه هو تم القبض على كتير من يعني تم القبض بس العقوبه بقى شكلها ايه ده اللي احنا عايزين نعرفه طبعا في الحقيقه بالتاكيد هيكون في محاكمه وهنتابع القضيه دي بس على اي حال كنا برضو في اللقاء مع ممثلي وزاره الزراعه قالوا انه الاستقرار في اسعار الخضروات هيعود وخاصه في موضوع البطاطس هيعود في خلال الاسبوع لما يعيد طبعا تاني اغراق ما تم ضبطه من ايضا بضاعه محتكره خلينا نقول هنروح مع حضراتكم الفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقرات حضراتكم من جديد وطبعا الخبر اللي معانا دلوقتي خبر من الفرعون المصري صانع السعادة مو صلاح وامبارح في واحدة من أجمل مبارياته على الإطلاق مع فريق ليفربول صلاح أحرز هدف في مباراة كارديف سيتي وصنع هدفين في المباراة اللي انتهت بفوز ليفربول بأربع أهداف مقابل هدف هو اللي جاب الجون الاول وبعدين كان عمل اسيست لماني وعمل اسيست كمان لشاكيري وكانت مباراه الحقيقه محمد صلاح كمان اهدر كمان اكتر من فرصه وكان بيشكل خطوره تقريبا طول المباراه وطبعا كانت في سعاده بالغه بالنتيجه اللي حققتها كارديف سيتي خاصه ان كارديف سيتي واحد من الفرق القويه اللي صعدت مؤخرا وبتنافس بشكل او باخر وعشان كده طبعا عايزين نحتفل معاكم بعوده اداء صلاح لمجده واستمرار تهديفه فخلونا ناخد معاكم كمان على التليفون هيكون معانا على الهاتف عمر البلومي الناقد الرياضي باخبار اليوم اهلا بيك استاذ عمر اهلا بيك صباح الورد اهلا بحضرتك صباح الخير يعني امبارح كانت مباراه يمكن فيها اداء استثنائي خلينا نقول احنا شايفين عوده صلاح مره اخرى يعني بنفس الوتيره السابقه هل نقدر نقول كده هو ده طبيعي يمكن كمان افضل من قبل كده لو قارنا ارقام محمد صلاح في بدايه الموسم اللي فات اللي هو حقق فيه كل الارقام القياسيه هنلاقي ان هي السنه دي ارقامه افضل يعني محمد صلاح بعد مرور يعني الاسابيع الاولى من الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان مسجل عدد اهداف اقل من اللي مسجله دلوقتي بالعكس كمان محمد صلاح دلوقتي بدا احنا كنا بنتكلم في خمسه في الدوري صح بالظبط خمس اهداف في الدوري وكان مسجل اربعه السنه اللي فاتت بعد ما وصلنا للمرحله دي فاعتقد انه لا محمد صلاح على نفس المستوى بدا انه يفوق في الملعب شويه بمناسبه يفوق بقى في الملعب يا استاذ عمر يعني عايزين نتكلم على الجزئيه دي وما نغفلهاش يعني هو كان بيجيب اهداف قبل كده في فتره ما لما قالوا اداؤه مش على المستوى المعتاد فما كانش بيحتفل لكن احنا اول مره نشوف صلاح بيعود بقوه وبيحتفل هو نفسه فرحان بالاهداف بتاعته وبيحتفل وفي نفس الوقت في بعض التقارير بتشير ان هو هينقل كده كده ريال مدريد اعتقد موضوع ريال مدريد اوريدي مطروح من السنه اللي فاتت محمد صلاح ما اخدش فيه قرار لحد النهارده يمكن هو خطواته بيكون مشارك فيها وكيل اعماله بشكل كبير محمد صلاح فكره عدم الاحتفال اللي كان فيها الفتره اللي فاتت ترجع لضغوط كتير اتعرض ليها من بعض المشاكل برضو فكره عدم تعاون زملائه معاه في وقت سابق شفنا امبارح ان ده اختفى تماما بالعكس محمد صلاح هو اللي متعاون بشكل كبير مع ماني مع شاكيري صنع لهم اهداف امبارح ادى بشكل جيد اعتقد كمان ان هدف شاكيري كان حلو قوي الصراحه طبعا محمد صلاح كمان الاسيست كان هايل يعني طبعا. هو محمد صلاح على مستوى التعاون مع زملائه هو مش مقصر يعني فاعتقد انه امبارح الاحتفال بيقول ان محمد صلاح كان عاوز الاهداف بتاعت الدوري يعني هو سجل هدفين في النجم الاحمر الصربي في دوري ابطال اوروبا ما كانش الاحتفال على نفس مستوى احتفاله امبارح رغم ان امبارح يعني الجول الاول اللي جابه مش بالشكل الجمالي طب ده تفسيره ايه بالنسبه لك يعني ده دلالته ايه بالنسبه لك من وجهه نظرك انه محمد صلاح بيحاول يقول للناس برضو انا الدوري السنه دي ممكن اكون هداف الدوري الانجليزي مره ثانيه هو فرحان بعودته للتسجيل واستمرار تسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي واعتقد ان هو حقه علينا اننا ندعمه الفتره اللي جايه اكتر من قبل كده كمان بس هل فكره عدم الاحتفال هي الانطباع للناس ان هو غير سعيد انه في بعض التقارير الانجليزيه الحقيقه اللي نقلت انه ربما يكون غير سعيد في ليفربول ومنهم كمان كان اسطوره الارسنال بول ايمرسون ف يعني ايه اللي خلى الصوره دي تظهر امام الناس وهل هو فعلا غير سعيد دلوقتي خلينا نقول هو انا لا اعتقد ان هو غير سعيد يعني محمد صلاح اكثر من مره صرح بان هو سعيد جدا في ليفربول
لكن هي الفكره نفسها انه خطوه الانتقال لريال مدريد في الوقت الحالي ممكن ما تكونش افضل قرار، لانه ظروف ريال مدريد واوضاع فريق ريال مدريد فنيا مش هي احسن حاجه بعد رحيل رونالدو واقتراب رحيل مارسيلو ورحيل زين الدين زيدان المدير الفني. وجود مدير فني مهدد بالاقاله النهارده بعد مباراه برشلونه وريال مدريد ان شاء الله الساعه 5، فالوضع في ريال مدريد مش المشجع قوي للعيب ومش المستقر بالشكل الكامل. لكن برضه ممكن يكون فيها نقطة إيجابية إنه محمد صلاح هو اللي هيعدل الأمور في ريال مدريد إذا انتقل، فنتمنى له التوفيق في أي قرار. لكن أعتقد إن لسه بدري على فكرة انتقال محمد صلاح لريال مدريد، ممكن تكون بنهاية الموسم مش في يناير اللي جاي. على أي حال إحنا سعداء كده كده بفرحة الفرعون المصري محمد صلاح، وطبعا وبدانا نطمن اهو 5 اهداف في الموسم ان شاء الله يزيد ويظل هداف الدوري الانجليزي. نشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر بالومي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك. ربنا يسعده كده زي ما هو بيسعدنا كلنا وصانع سعاده في الحقيقه لمصر والعرب كلهم يعني. طيب العالم في الحقيقه مكان غريب جدا، يعني في حاجات غريبه بتحصل في حول العالم. القصه دي في منتهى الغرابه كمان اللي انا هحكيها لك. هم مجموعه اصدقاء كانوا قاعدين مع بعض بيشربوا، فكان حصل بينهم رهان انه انا هقدر، واحد منهم يعني قال انا هقدر ابلع المعلقه دي كلها جوه جسمي مش هيحصل لي حاجه. وبالفعل قال لك انا ههزر وهحط المعلقه واطلعها تاني. المهم حط المعلقه ما طلعتش، فضلت جوه محشوره في قرب حتى المريء، ويمكن الصوره دي زي ما حضراتكم شايفينها الاشعه باينه معايا. المهم قرر ان هو يتعايش عادي جدا بالمعلقه جوه جهاز المريء وكده، وما كانتش بتسبب له اي مشاكل. كده كده هو كسب الرهان ومبسوط بيه، والمعلقه خليها مش مشكل، لغايه اما بالصدفه تعرض لضربه في صدره. بدا بعد كده بقى يحس بالاعياء الشديد، واضطروا ينقلوه المستشفى ويعمل عمليه جراحيه دقيقه جدا لمده 2 ساعة عشان يقدروا يطلعوا المعلقه اللي كانت مستقرها جوه اكتر من سنه. يعني هو بصراحه يعني هو تعالى نرجع بقى فلاش باك لبدايه الرهان اصلا، يعني في حد يعني ايه العقليه اللي هو يا بحر المفهوميه يا ترعه ما اعرفش ايه، يعني ازاي بني ادم بيهزر مع صحابه ويتراهن على انه يبلع معلقه؟ ده دي نمبر 1 يعني، ده السؤال الاول. طبعا اللي يخلي واحد يفكر ان هو يتراهن بكده يعني بطريقه زي دي مع صحابه، عادي جدا يسيب المعلقه 2 سنين ويعيش بيها. ما فيش مشكله. يعني دي حاجه غريبه، ده حد مستغني عن نفسه تماما. المهم انه في النهايه كسب الرهان. هو ده اللي كان يهمه، وعاش بالموضوع بس كده. الموضوع ابسط من كده يا جماعه، الناس عايشه حياتها ابسط من كده، احنا اللي مزودينها. احنا احنا اللي محبكنا حبتين في الحقيقه. طيب هنروح معاكم برضو لقصه هو ملف معقد فيها. بالظبط، كنا اتكلمنا فيها كتير جدا. هو ملف معقد وحساس، وبقى لنا سنين طويله بنتكلم فيه، لكنه يبدو ان احنا هذه المره يعني على مقربه انه يكون في قانون يعيد تغيير فكره القانون الايجار القديم. وطبعا القانون ده زي ما حضراتكم عارفين بيعمل مشاكل كتير جدا، ومازال قانون احيانا بيضر بالمالك وبيضر بالمستاجر احيانا، وفي ناس ايضا مستفيده من بقاء القانون على ما هو عليه، وفي ناس مضروره جدا من بقاء القانون على ما هو عليه. وبالتالي محاوله الوصول لحل وسط ياماها في الموضوع ده دايما صعبه. لكن في كل الحالات في اكثر او ما يقرب من 9 مليون مواطن مصري هيتاثروا بشكل مباشر بالنقاشات اللي بتدور دلوقتي حوالين قانون الايجار القديم، واللي بيتم ايضا طرح فيه اكثر من فكره ومناقشته في البرلمان دلوقتي. طيب احنا طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون في الحقيقه والملف يعني المثير للجدل طول الوقت، معانا على الهاتف النائب عبد العليم العليمي، عبد المنعم العليمي، احد عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، واللي تقدم بمشروعات لحل هذه الازمه اللي هي قوانين الايجار القديم. اهلا بحضرتك يا فندم، صباحك صباح الورد. في البداية طبعا احنا يعني بنتكلم في حاجة طبعا من الستينات كانت اوكي تسمح ظروف العصر وقتها والعملة وقتها وتعداد السكان يسمح بده، ما كانش في حاجة اسمها تمليك اصلا، ولكن مع مرور السنوات بقى في الحقيقة في ظلم واقع احيانا على الطرفين، المستأجر اللي ممكن تكون احواله المادية لا تسمح باقل يعني باكتر من ان هو يدفع الايجار اللي بيدفعه، وبالنسبة للمالك الدنيا غليت والسكن اسعاره غليت وهو مش قادر حاجة. مش يعني مش مستفيد حاجه، اسمه مالك عماره او مالك فيلا على الفاضي. فابرز ملامح مشروع القانون ده ايه، وحلته الاشكاليه دي ازاي؟
اولا انا بشكرك على انك انت سمحتي لي ان انا اتحدث في هذا الموضوع. نورني. بدايه اقر للشعب المصري ان له ان اي نائب في مجلس النواب لا يسمح بطرد المستاجر من مكانه، دي رقم واحد. رقم اثنين، احنا كاعضاء مجلس النواب بننفذ احكام الدستور اللي اقره الشعب المصري واللي عمل باحكامه من 18 يناير سنة 2014. الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مفعول، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، لرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء ولكل عضو مجلس النواب اقتراح القوانين، تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة التشريعية التنفيذية القضائية وتكون لها حجة مطلقة بالنسبة لهم. ده فيما يخص النص اللي موجود في الدستور، دستور 2014. لكن فيما لازم أبدأ بالحديث إن احنا كأعضاء في مجلس النواب بننفذ رقم واحد أحكام الدستور. طبعا رقم اثنين، أيه، احنا عندنا العقارات في مصر خاضعة لثلاث قوانين. اول قانون اللي هو قانون 49 لسنة 77 وتسري احكامه من خلال الفترة من 9/7 وما قبلها خلال سريان القانونين رقم 21 لسنة 47 و52 لسنة 69 وحتى 30/7/81. والمشرع تدخل في هذا القانون في تحديد الأجرة القانونية وفي امتداد عقد الإيجار. هنيجي بقى القانون رقم 136 لسنة 81، تسري أحكامه على العقارات التي تم إنشائها خلال الفترة من 31/7/81 وحتى 30/1/96 اللي هو كانت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بقواعد عامة نص عليها في القانون يلتزم بها الملك والمستأجر، وهي على سبيل المثال أن تكون الأجرة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني والمساحة المؤجرة لا تقل عن ثلثي مساحة مباني العقار. هنيجي بقى القانون رقم 4/96. بس هو يا فندم معلش أنا بستأذن، هنتوه مع القوانين، بس يعني إحنا عارفين دي القوانين القديمة، لكن هل من خلال طرح حضرتك يعني هل حضرتك تقصد إنه في القانون الجديد هيتم برضو تقسيم العقارات حسب الفترة الزمنية، يعني اللي في الستينات مثلا والسبعينات غير الثمانينات والتسعينات، هل ده هيحصل؟ الفترة الأولانية اللي هي الخاضعة لقانون 79 سنة 77 ديت اللي هي مطلوب علاجها لأن أخلت بالتوازن بين الملك والمستأجر. اللي هي من سنة كام؟ من سنة من الحرب العالمية الثانية حتى العمل بقانون 79 سنة 77. لغاية 77، اللي بعد 77 بقى إيه موقفه؟ ده مالناش دعوة بيه، ده مالناش دعوة. القانون رقم 4 سنة 96 ده العلاقة الجديدة اللي هو بقى على حسب اتفاق الملك والمستأجر بالأجرة والمدة. مطلقة للاثنين. يعني بعد 77 مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. قبل 77 بقى هتعمل ايه؟ قبل 77 دي بقى المشكلة هنا بقى. انا اقترحت في مشروعي ان الاماكن الغير سكنية، الاماكن الغير سكنية خلال التجاري والاداري يعني. بالظبط كده. خلال تنفيذ الحكم الدستوري. الحكم الدستوري ملزم زي ما قلت للمواد اللي في بداية حديثي، ملزم تنفيذه. تنفيذه هيبقى من شهر 7/2019. ليه 7؟ لأن قال لك كده عقب انتهاء طول العقد التالي لتاريخ تنفيذ هذا الحكم. تفسيره يعني لازم ملزم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إنها تعدل وتنفذ الحكم المحكمة الدستورية النشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من شهر 7/2019. جميل. طب أنت ليه عايز تبدأ بالتجاري والإداري بس؟ هبدأ بالتجاري والإداري واللي هو الأماكن غير السكنية. بقول ده خلاص لأن ما فيش واحد نهاردة محل ما بيكسبش. حلو. لأنه بيدفع ضريبة أرباح تجارية وصناعية في القانون 91/2005. جميل. لو في واحد بيخسر مش معقول هيفتح يشغل محل وبيخسر. يبقى جميع الأماكن الغير سكنية، مصانع، محلات، مكاتب محاماة، مكاتب يعني كل الأماكن اللي هي غير خاضعة للوحدة السكنية
دي لازم تتحرر. تتحرر يبقى ايه للقانون رقم 496 اللي هو بينفذ القانون المدني. حلو دي فهمناها. مواد محدده في القانون المدني. خلاص دي فهمناها. السكنيه. السكنيه السكنيه بقى انا بقى اقترحت في مشروعي زياده الاجره 25% من قيمه الربط العوائل اللي مربوط في الضريبه العقاريه. ماليش دعوه بالعقد يعني في عقد بيبقى بجنيه مش هزود جنيه هزود ايه ده؟ مش بالظبط 25% لمده 4 سنين 5 سنين بحيث لما يعدي الاربع سنين 5 سنين يكون وصلنا للاجره الحاليه اللي مطبقه في القانون المدني للدير العدالة الاجتماعية. يعني كان يعني حضرتك بتدي له مهله المستاجر بياخد مهله لو مثلا هو الايجار بتاعه من زمان قوي كان مثلا قيمته 10 جنيه 20 جنيه او الارقام اللي هي الضعيفه دي بتدي له مهله 5 سنين انه خلي بالك بعد 5 سنين هتاجر بالاسعار اللي موجوده في السوق. وبعوض المالك. وبتعوض المالك. بعوض المالك على اساس ايه؟ على اساس قيمه الضريبه العقاريه او المبلغ المتخذ اساسا لاحتساب الضريبه العقاريه باخده عندي انا كمشرع في المشروع القانوني اللي مقدمه باخد 25% منه على حسب التقدير عشان يبقى العداله الاجتماعيه موجوده بحيث لما هيوصل للتحرير النهائي يبقى قانون واحد اللي بيصرف في مصر بدل ما يبقوا 3 قوانين لان القوانين الاستثنائيه لا تتماشى مع الاتفاقيات الدوليه ولا تتماشى مع خطه الدوله في الاستثمار ولا تتماشى الدوله عاوزه تطرح بعض الوحدات السكنيه للتصدير للخارج علشان تجيب فلوس وتجيب عمله والكلام ده كله. طب سياده النائب الجزئيه اللي حضرتك قلتها دلوقتي انك بتدي مهله للمستاجر 5 سنوات وبعد كده اعمل حسابك انه بعد 5 سنوات هتمشي عليك اسعار السوق في ان انت تاجر شقه. في ناس مش هيطردوا مش هينطرد. لا هو مش هيطرد انت هترفع عليه الايجار بس عشان برضو عشان ايوه عشان المالك يبقى عادل يبقى عدل للمالك ايضا. لكن في ناس بتتحايل ايضا على القانون وبتسقع الشقه دي يعني بيبقى قافلها. هل برضه هتدي له مهله 5 سنين اللي قافل الشقه ومش حاطط فيها ناس؟ لا العلاقه الايجاريه غير الشقه المغلقه، احنا عندنا اكثر من 1,000,000 سكنيه مغلقه عشان بسبب القانون 49 77 من 36 81. انا لو حررت العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر هتتفتح الشقه دي من تلقاء نفسها. هو قافلها ليه؟ لانه شايف انه في خبل وفي مشاكل في تطبيق القوانين الاستثنائيه اللي اصبحت ليست لها وجود في الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه في مصر. احنا بنعمل لصالح المالك وصالح المستاجر. لا الاسر بقى اللي هي بتقل دخلها عن 1,200 جنيه اللي هو الحد الادنى للاجور ماشي لانه في قانون محدد الحد الادنى والحد الاقصى. أيوة. وملزم للدوله دي كلها، ملزم الدوله انه توفر له وحده سكنيه، فقال ولا انا هجيب منين؟ ممكن يتعمل صندوق اسكان بجزء بسيط من النسبه اللي بيحصل عليها المالك بالزياده اللي هياخدها تبقى تتولى عمليه البناء غير اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكثر من 1,000,000 سكنيه للاسكان الاجتماعي غير الاسكان المتوسط. وانا سامع دلوقتي اللقاء اللي طب فهمنا النقطه دي. طب سؤال تاني معلش سياده النائب عشان برضه الناس تطمن. في حاله الوفاه العيله هتبقى من حقها تاخد الشقه وتكمل فيها صح؟ بس بحدود ده اللي فهمناه صح ولا ايه؟ انا متدخل القانون المدني محدد كل حاجه في العلاقه الاداريه. انا عاوز احرر ما احنا بقى عندنا قانون جديد عاوز ألغي القانون 49 77 ومن 36 و 81 في التشريع بشير للقانون المدني بشير للقانون ما اتعامل مع القانون 4 سنة 96. يعني في عقار في واحده خضع القانون رقم 4 سنة 96 اللي هو اطلق حريه العراقه للقانون المدني والاتفاق الطرفين بين الملك والمستاجر في كل حاجه ودي تتوافق مع بس معلش بغض النظر عن طبعا فحوى القانون عشان بس الناس نبسط الامور للناس عشان الناس مش مطلعه على القوانين بحرفيتها. احنا قرينا انه مجرد الوفاء فالاسره او الزوجه والاولاد من حقهم يمكثوا في نفس البيت بس لمده 5 سنوات فقط. ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ لا القيمه الايجاريه وارتفاعها وامتداد العلاقه الايجاريه لا تزيد عن 4 5 سنين اللي احنا قايلينهم في التشريع. بعد كده هيبقى بس هي كانت بتزيد. ما هو ده هي اصل ده في التشريع بس في الحقيقه حلني بقى ده هيتشدد. هيبقى التطبيق بقى في راجع قانون المدني. قانون المدني انا عندي اجيبه لو كان يسمح البرنامج اقرا لك مواده في الباب كله. في باب كامل عن العقد
لا هو الوقت مش هيسمح، بس احنا عايزين بنبسط المعلومه على قد ما نقدر بالعاميه المصريه اللطيفه السهله اللي بيتفرج، عشان يبقى الامور واضحه يعني المالك والمستاجر يبقى فاهم. يعني انا كمان بطمنك، انا عامل مقاله هتنزل في الجرايد ان شاء الله الجمعه اللي جايه او الاسبوع القادم ان شاء الله، ببصر فيها نقاط التشريع وايه المطلوب وايه المطلوب للمواطن والكلام ده كله عشان الناس تعرف ايه. طب القانون ده يا فندم بقاله سنتين في البرلمان، امتى امتى هتبقى نقدر يتم حسمه؟ الدور الانقاذ ده صدر حكم محكمه الشرعيه في 5/5/2018 اللي هو اتكلم على الشخص الاعتباري واعتبر تدخل والغى الفقره الاولى من الماده 18 من قانون 36 سنه 81. والله العظيم ما حد عارف المواد القانونيه صعبه علينا. على اساس هذا النص، على اساس هذا النص، على اساس هذا النص ملزم مجلس النواب والحكومه والقضاء انه ينفذوا حكم المحكمه الدستوريه على اساس الماده 105 سنه قلتها في الاول خالص. فلازم بقى في دور الانعقاد ده ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عبد المنعم الاليمي عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب ومقدم احدى مشروعات تعديل قانون الايجار القديم. دكتور بقى احمد البحيري هو المستشار القانوني لجمعيه المضارين من القانون القديم، هو معانا على التليفون، وطبعا عايزين نعرف بقى يعني وجهه النظر الاخرى وملاحظات حضرتك وتوصياتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى المشاهدين كلهم. احنا طبعا بنحاول بقدر الامكان لان الموضوع معقد جدا ومليء بالتشريعات والقوانين والدباجه اللي بتبقى صعبه على المتلقي العادي يعني ان هو يفهمها، فبرضه حضرتك ببساطه كده وتبسط لنا اكتر رايك ايه في يعني التعديلات او المشاريع بالقانون المقترحه داخل قبه البرلمان فيما يخص يعني المالك والمستاجر. تمام، خلينا متفقين يا فندم ان كل المشاريع اللي مقدمه في مجلس النواب بتتفق على ضروره اخلاء الشقق وتسليمها لمالكيها مع الاختلاف في فترات المده الانتقاليه في التسليم. وخلينا نتفق ان المستاجر الفقير او محدود الدخل لن يضار، لان برضو كل المشاريع المقدمه بتنص على انشاء صندوق هيرعى المستاجر الغير القادر على سداد الايجار. صحيح. احنا النهارده بنتكلم في مشكله يا فندم، هل القانون اللي موجود النهارده هو قانون دستوري ولا مش دستوري؟ هل هو مخالف للقوانين ولا مش مخالف للقوانين؟ هو حسب توضيح سياده النائب طبعا وسرده للبند الدستور فيما يخص الملف ده، المفروض ان هو طبعا وفقا للدستور، دستور 2014. طب انت حضرتك ليه شايف ان هو غير دستوري؟ تمام، انا يا فندم النهارده عندي الماده 70 من الدستور بتنص على ان حق السكن تكفله الدوله للمواطنين. يعني المتكلف النهارده بتوفير فرص السكن الدوله وليس المواطن المصري. طب ما وزاره الاسكان موفره سكن بالفعل صح ولا ايه؟ تمام، ده ممتاز جدا. انا النهارده السكن المتوفر ده مش مفروض يتاح للمالك والمستاجر ولا يتاح للمستاجر فقط؟ ويتاح للملك ليه؟ ما الملك عنده، هو الملك خلاص عايز ياخد حاجته وهياخد فلوسه ولا ايه ولا؟ تمام، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ان انا النهارده عندي ملاك تحت خط الفقر. طب احنا ممكن، طب احنا ممكن برضو يعني النقطه اللي حضرتك بتقولها دي يكون معانا برضو النائب عبد المنعم العليمي يرد على، يعني بنحاول برضو نجيبه علشان يعني هيبقى معانا ان شاء الله برضو دلوقتي في خلال المداخله دي يرد على حضرتك، لانه اكيد هو هيكون عنده رد اوضح يعني. تمام، وبرضو لازم نراعي يا فندم في مشاريع القوانين المقدمه ان احنا ما نلجاش للمحاكم. اكيد يعني انا النهارده عايز تواريخ محدده، يعني انت النهارده تقول لي اللي عنده شقه مقفوله هيسيب شقته. انا النهارده اقول ان الشقه مش مقفوله، هو هيقول مقفوله، هنلجا للقضاء. طيب 15 20 سنه في القضاء. طيب سياده النائب معانا دلوقتي النائب عبد المنعم العليمي يرد على استفسار حضرتك. سياده النائب اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. او يمكن او يمكن حضرتك سمعت المداخله اللي فاتت؟ نعيد السؤال تاني لان الحقيقه ما خدتش بالي. هو بيقول انه كمان لازم المستاجر يكون من حقه كمان نفس الدعم اللي هيقدم للمالك، يكون ليه نفس الدعم اللي يقدم ايضا للمستاجر. هو بيقول لازم تبقى في علاقه واضحه محدده عشان ما نروحش المحاكم، يعني الشقق المغلقه والحاجات دي اللي هيحصل فيها. هو بيقول انه في شبهه عدم دستوريه في القانون. بص حضرتك، هل تعلم ان القانونين الاثنين، قانون 49 77 و 136 لسنه 81 اللي بيحكموا العلاقه الايجاريه في العقارات القديمه، عارف طعن عليها امام المحكمه الدستوريه وصدر كم حكم؟ 22 حكم.
22 حكم بالطاعة. 22 حكم عندي هم قدامي 22 حكم تأسيسا على ايه؟ ده غير الحكم الاخير ال 5/5/2018. حلو، في نقطة بسيطة تأسيسا على ايه ال 22 دول؟ رقم 2، هل المستأجر استفاد من خلال 80 سنة في الأماكن الغير سكنية والسكنية ولا ما استفادش؟ من 80 سنة من الحرب العالمية الثانية لغاية النهاردة استفاد المفروض واقعيا استفاد ان هو كان قاعد في مكان بالظبط كده. رقم ثلاثة، انا النص اللي بيقول عليه موجود في الدستور والدوله بتعمل الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يحل المشكله دي. نعم ماشي. يبقى ايه المطلوب بقى تاني؟ طب ثانيه واحده يا فندم، استاذ احمد البحيري. اتفضل. هو رد على حاجه نائب. اتفضل اتكلم اتفضل. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده المالك ظل مظلوم اكتر من 80 سنه. انا النهارده ما كنتش هلغي القانون اللي هو اللي وصفته المحكمه الدستوريه بانه قانون استثنائي الغيه باجراءات رادعه، انا كده هلجا النهارده اخلي المالك يقعد في المحكمه 15 20 سنه تاني عشان اثبت علاقه اذا كان هو مغلق ولا مش مغلق. انا عايز القانون يطلع بتواريخ محدده وان انا اقدر استغرق صيغه تنفيذيه نفذ بيها او استرد بيها شخصيتي دون اللجاء الى المحاكم. عنده حق في الحته دي يا سياده النائب. انا للمحاكم بقضايا جديده. انا بطلب وفي نفس الوقت بعمل ظلم للمالك. بطلب من الاخ المتحدث لو عنده اقتراح عاوز يقدمه لمجلس النواب، احنا موجودين في المجلس وموجودين في مقرنا يا سياده النائب. انا الدكتور احمد البحيري مقدم اول مشروع لقانون الاداره. طب واحده واحده عشان نسمع بعض. حضرتك قدمته امتى يا دكتور احمد؟ حضرتك قدمته امتى؟ هل اول قانون يا فندم من 4 سنين من اربع بدايه دور الاطار. طب معلش ممكن تقدم تاني الاقتراح يعني انت حضرتك دلوقتي بتتكلم على ازمه الدخول في المحاكم وقدمه الصفه الفيه الاستاذ احمد. انا وقدمناها عن حزب الوفد يا فندم. انا المستشار حزب الوفد. حزب الوفد النص الدستوري بيقول مقدم التشريع من رئيس الجمهوريه مجلس الوزراء او عضو مجلس النواب، ملوش دعوه بالاحزاب. بس احنا طب ثانيه يعني اذا هنا طب يعني بعد اذن حضراتكم بس بعد اذن حضراتكم بعد اذنك ست النائب التشريعيه لمجلس النواب لحزب الوفد تم التخطيط بمشروع القانون ومضى عليها 60 واحد. طيب بغض النظر يا فندم بغض النظر عن مين قدم، كلنا في الاخر بنسعى للمصلحه. السيد البحيري بيقول بس هي نقطته الوحيده المتعلقه بالمشكله انه المالك تم اضراره لمده 80 سنه، فبالتالي هو عايز حاجه محدده بحيث ما يضطرش يلجا للمحاكم لاثبات بقى الحالات وكده. بالظبط كده يا فندم. النقطه دي بس حضرتك جاوب لنا عليها ويستريح جميع الاطراف وكلنا نطلع مرضيين. هو حضرتك انا ما بقول هنا يعني لما تبص تلاقي احكام القانون رقم 4/96 حينما حررت العلاقه الايجاريه من 31 يناير 96 قالت فيها ايه؟ قالت ان هو اللي ملوش حق في البقاء في العين واخد بالك معايا يخضع للقانون المدني. القانون المدني فيه مواد متعلقه بالعلاقه الايجاريه وبالاجره وبالتلف وبكل ما هو متعلق بالعقار. هو عاوزني اكتب ايه في التشريع؟ لا هو عايز حضرتك بس تاكد حضرتك تكتب تواريخ، يتم تحديد تواريخ معدده لاخلاء العين وان انا ما اضطرش ان انا عشان اطرد المستاجر بعد ما القانون يصدر ان انا ارفع قضيه تاني او ارفع مشاكل في المحكمه. الاخلاء ده له شروط عامه في القانون واخد بالك معايا يا فندم. انا شايف النهارده اجراءات تنفيذ القانون اهم من القانون ذاته. تحكم العلاقه والتوازن العلاقه بين المالك والمستاجر بحيث ان يبقى المحكمه عندها طب جزء تحكم فيه. طب سيادة يعني النقاش المثمر ده اعتقد ان هو ممكن كمان يدور في البرلمان او من حضرتك وبالسيد البحيري، يعني في كلنا في الاخر بنسعى لنفس المصلحه، فما فيش ما يدور من الاجراءات كلامي. التنفيذيه دي هي شيء مهم تطمن كل الاطراف. بيجي لي تليفونات يوميا، بيجي لي تليفونات، بيجي لي جوابات، بيجي لي اقتراحات في الورقه في البوست. طيب. اللي احنا بنقتنع بيه انا شايف ان انتوا الاثنين بتسعوا لنفس المصلحه، يعني هو ما فيش اختلاف على القانون، الاختلاف في طريقه التنفيذ. احنا بنشكر حضرتك وشكرا جزيلا سياده النائب عبد المنعم العليمي، بشكرك شكرا جزيلا، والدكتور احمد البحيري ايضا رئيس جمعيه المدافعين عن المضارين من قانون الايجار القديم، نشكركم شكرا جزيلا ومحركم لفاصل. بعد بقى شده الاعصاب دي فاصل عشان نرجع بشويه مزيكا روحانيه لطيفه جدا، وهيكون معانا الفنان عبد الله المنصور ومنشد فرقه ابن عربي للغناء الاندلسي بعد الفاصل.
أفناني ذا الحب عن فنائي، أفناني ذا الحب عن فنائي. الله الله أفناني ذا الحب عن فنائي، وصرت بعد الفناء وجود. الله الله وصرت بعد الفناء وجود. الله 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 الله. عبد الله المنصور منشد فرقه ابن عربي، الفرقه اللي شرفتنا في مصر منذ ايام قليله، وهي واحده من اهم واشهر فرق الانشاد الصوفي في الوطن العربي، واحيوا بشكل كبير جدا الموسيقى الاندلسيه مره اخرى. هذه الفرقه اللي تجولت في كتير من اهم طبعا الاحتفالات في العالم واهم المهرجانات في العالم، انقطعت عن مصر للاسف لمده 3 سنوات، لكن عادت الينا بقوه مره ثانيه، واحيت حفلتها في ساقيه الصاوي، وفي حفله ان شاء الله في ايضا مكتبه الاسكندريه، وفي حفله ايضا غدا في دار الاوبرا. اللي يحب طبعا ان هو ما يفوتوش طبعا هذا الانشاد الجميل وهذه الموسيقى الرائعه، واللي احنا محظوظين كمان ان احنا بنسمعها النهارده في صباح الورد. اهلا بيك، نورتنا. اولا صباح الورد عليك، صباح النور وصباح المحبه، صباح السلام اللي تدعو اليه مصر. سعيد جدا بوجودي في مصر مره ثانيه او مرات، فباسبوري الثالث ارباعه فيزا مصريه، بس 3 سنين انقطعنا شويه على علشان خاطر ليه انا كسرت الدنيا في حفلات قصر النيل، ودايما الحفلات كلها كومبليت اتاخرت عننا كده. هو بصراحه امور انتاجيه، منظمين حفلات، استعداد الالبوم الجديد، كل الامور دي خلتنا غايبين. واحنا بنتكلم بقى على الفن الصوفي او الغناء الصوفي بشكل عام، يمكن نقول ان الصوفيه لما ظهرت مع الرومي والتبريزي من القرن 13 في منطقه بغداد وتركيا والى اخره، واحنا بنتكلم على فن قديم جدا. الصوفية بشكل عام أو الروحانيات بدأت أنها تنتشر حتى في الدول الأوروبية من 40 سنة. إيه سر أن هي ابتدت تظهر قوي دلوقتي الأغاني الصوفية، ما بين بقى حد بيحضر الأغاني الصوفية موضة وما بين حد فاهم فلسفة الأغاني الصوفية من وجهة نظرك؟ أنا يعني هقول لك بصراحة، أنا مولود في بيئة صوفية محضة. أنا ابن أحد أشهر زوايا شمال المغرب واللي ليها كمان علاقة بمصر، فشيوخ كلهم كانوا مشيوخ الأزهر. أي دي معلومة أنا ما كنتش أعرفها. صحيح. في طنجة؟ في طنجة، الزاوية الصديقية الشاذلية، اللي الآن دلوقتي يعتبر شيخ علي جمعة هو شيخ الطريق. والله. طب هايل، طب عايزين نعرف بقى يعني إيه فن صوفي ويعني إيه غناء صوفي، ده أنت أكتر واحد تقدر تقول لنا يعني. بصراحة هقول لك، الفترة دي ليه انتشر الفن الصوفي؟ الناس يعني ابتدت تهتم بالماديات كتير، فنسيت الجانب الروحي، فتلاقي كل واحد مشغول بالعمل الشغل الفلوس والكلام ده، بس روحانيا مش مرتاح. صحيح. خصوصا بالنسبه للاوروبيين، انت شايف يعني البيئه الاوروبيه شغل، يعني شغل من الصباح للمساء، نوم عمل شغل، راسماليه بحته. صحيح. صحيح. فلما وصلت مرحله الناس ما بقتش طايقه، فلما انفجر الفرق الصوفيه، واحنا كنا من الاوائل الفرق اللي طلعت، بصراحه الناس بتحضر حفلتنا كانها بتحاول تهرب من ضوضاء اليوم، من العمل، من الماديات، بتفتش عن قلبها، عن علاقتها بالخالق عز وجل، حاجات زي كده. كمان بصراحه الحاجات المنتشره لسوء الحظ دلوقتي في عالمنا، يعني الحمد لله مصر من الرائدين في نشر الفكر الصوفي، في نشر السلام، في نشر المحبه، بيخلي يعني سواء الشعب او الدوله تهتم اكتر، لانه دي بشوف انا في وجهه نظري انه التصوف خير بديل للتشدد. لك رحله مع الانشاد منذ سن السابعه. هنتكلم عنها بس بعد ما نسمع منك حاجه دلوقتي. انا قاعد انا لين شويه، عايزين نسمع اكتر.
إن شاء الله نسمع قصيدة لسيدي عمر بن الفارض المصري. هي جميلة لعمر بن الفارض، إحنا بنتغنى بأبيات فيها بيقول: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد. يلا بينا. عذب بما شئت غير البعد عنك تجيد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقيات ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب أبقى على مهجي، لا خير في الحب إن أبقى على المهجي. حتى الدف مكتوب عليه: الدين بدين الحب أن توجه سركعبه، فالحب دين. يعني انت واضح انه كمان نشأتك مؤثرة عليك بشكل او باخر، مع ان سمعنا كنت عايز تبقى لاعب كرة قدم. صحيح، يعني زمان حارس مرمى بالظبط، حارس مرمى، وبعدين توجهت للانشاد الصوفي. هو ده حلم. بصراحة ده حلم اي واحد بيكون عنده احلام، بس انا من صغري وانا حابب اكون حاجة يعني ظاهرة في الاعلام. فبس بصراحة الانشاد كان، ما كنتش اتخيل انه صوتي حلو. فيعني شويه بشويه غيرنا من كره القدم للفن والموسيقى. هو كنت بعملهم مع بعض بصراحه، بس كنت افضل كوره، لانه اي واحد لعيب كوره فبيكون مشهور. بس في الاخر انت قلبك بيروح ناحيه حاجه معينه اكتر، فهي دي بقى الكفه اللي بتبقى. بس انا كمان متابع بصراحه لكره القدم ولبرشلونه ولمحمد صلاح. طب هايل، بالتوفيق. لسه مسجل بالتوفيق. انت كنت عايز تبقى لاعب كوره؟ حارس مرمى تحديدا، يعني مش بس لاعب كوره. يعني محدد كمان. هو حارس المرمى بيكون دايما كابتن، ما بتلاقيه مش كده. طيب احنا عايزين كابتن برضو فريق. هو انا مش الرئيس، واحد يدينا بدرب. انا المنشد، يعني في دايما مدرب وفي لعيب، فانا اللعيب بقى. هو لعيب مهم واساسي. انتوا بقالكم 30 سنه صح؟ صحيح. طب التطور بقى الفرقه نفسها وايه اللي بتحاولوا؟ طبعا الانشاد الصوفي حضرتك برضو عارف انه دلوقتي الناس بتحاول تخش عليه موسيقات تانية، احيانا بيتم دمجه باشكال موسيقيه اخرى. انتوا طبعا الاستمرار 30 سنه ده صعب، ازاي قدرتوا تحافظوا على فكره الاستمراريه 30 سنه، وازاي بتجددوا من ايضا موسيقاكم؟ يعني بصراحه بوجه تحيه للدكتور اخويا الكبير احمد الخليعي، يعني رغم فرق السنين بس انا عشت في الجو ده، عشت في جو الفرقه دي. الفرقه ابتدت في البدايه فرقه موسيقيه بس، يعني تريو موسيقي بيعزفوا بس ألحان صوفية قديمة. بس الألحان بس على شكل عزف مش غنى. فأنا دخلت الفرقة يعني في بداية الألفية، كنت صغير صغير قوي، بس مع دخولي حبيت أنه أجدد. هل دي الفترة اللي كان يعني بداية الدخول ده كان عندك كام سنة؟ يعني تقريبا انا كنت بتمرن مع الفرقه 13 سنه. بس كان عندك بدايات من 7 سنين، يعني صح. بدات أنا في ابتديت هقول لك انا ابتديت بالموسيقى في البدايه. يعني رحت كونسرفاتوار، بس ما كنتش اعرف انه صوتي حلو. كنت بعزف كمانجا، عزف سعود، بيانو. مين اللي اكتشف ان صوتك حلو؟ انا اكتشفت في الزاويه، لانه الزاويه تعتبر يعني معلمه ثقافيه مش بس دينيه، معلمة ثقافية هناك. يعني اكتشفت انه صوتي حلو وحاولت اطوره مع الكونسرفاتوار.
ليكم قصه مع الفنان وديع الصافي وموقف مع وديع الصافي هتحكي لنا عنه شخصيا. انا شخصيا انا هقول لك بصراحه ده موقف قديم قوي. فكانت اولى حفلات ليا بصراحه كان في مهرجان اسمه وليلي بقريب من مكناس، هي مدينه اثريه زي قرطاج كده او المسارح القديمه. فكان وديع الصافي كان يعني انا مندهش انه هشارك في مهرجان وشارك فيه وديع الصافي. وديع الصافي كان حضر حفلتي كده وقال لي يا ابني صوتك حلو بس الحاجه اللي مش لازم تاكلها ابعد عن الحاجات الساقعه وابعد عن الحاجات السخنه قوي. فاحنا شفت يعني واليوم اللي بعده يعني تغدينا مع بعض وكان هو بيحب المكرونه وهياكل المكرونه سخنه فحط فيها تلج علشان يعمل لا والله والله العظيم فقال لي انت شايف بعينك. فبصراحه من ساعتها وانا ابتعدت عن السائع وعن البارد كمان. طب هنسمع ايه بقى دلوقتي بعد السائع والبارد؟ هنسخن بقى شوية. نسمع حاجة من الألبوم الجديد. انتوا بمناسبة انتوا بتعملوا دلوقتي هتصوروا أغاني من القاهرة إن شاء الله هصور كليب جديد. كليب واحد سمعت هو أكتر ثلاثة صح؟ بس الأولاني جاي إن شاء الله اليومين دول. طيب هنفهم تفاصيل أكتر منه. اسمه العاشق والمعشوق صح؟ صحيح بعد اسم الألبوم بإذن الله. الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي. طاب شرب المدام في الخلاوات اسقيني يا نديم بالآنيات اسقيني يا نديم بالآنيات الله دايم حي الله دايم حي الله دايم حي بقي حي الله دايم حي الله دايم حي بقي حي الله دايم حي الله دايم حي بقي حي الله دايم هاي. الله. كلمنا بقى عن الدف اللي في ايدك ده، يعني اي حد هيشوفه هيقول ده دف بس هو ليه اسم تاني وليه مواصفات تانية. هو اسمه البندير باللهجة المغربية. البندير. البندير. اوكي. ده من الجلد والدف عند الصوفية بيعبر عن دقات القلب. فالنبرات اللي بنعملها كده هو بيعبر عن دقات القلب وكل آلة في الإنشاد والسماع الصوفي ليها معنى معين. فعلشان كده الواحد لما بيحاول أو إحنا نطور في حاجة أو نعمل آلة جديدة أو ندخلها إذا ملهاش أي معنى أو مرجعية صوفية فبيبقى صعب على الواحد يدخلها معاه. في آلات جديدة دخلتوها كمان أو هتدخلوها في الألبوم الجديد؟ كلها آلات صوفية وفي آلات زي إيه غربية مثلاً زي الجيتار هتنزل في أغنية. هقول لك إن شاء الله. أنا أول مرة أسمع مصطلح آلات صوفية، يعني لا هي آلات تقليدية وفيها مثلاً الناي بيعبر في جلال الدين الرومي وثقابه بيعبر على ثقاب الإنسان، يعني الفم والأذنين ويعني ما تخلينا نتكلم كمان عن رقصة الدراويش ودي برضو اللي وضعها شمس تبريزي وكانت يعني هو اللي بدع الدراويش ليها فلسفة بالشابو اللي بيبقوا لابسينه بالتوب الأبيض واللفة بتاعتهم، يعني كل حاجة ليها دلالة معينة وإن كف الإيد فوق للسماء وكف للأرض. يعني عايزين برضو نشرح أكتر. هقول لك يعني بمنتهى الصراحة كل طريقة صوفية معينة وليها رقصتها الخاصة. بيقول جلال الدين كل الكائنات ترقص رقصتها الأبدي الكونية حتى العظام
في قبورها والأجنة في بطون أمهاتها. الله. فده كله بيعبر عن عن الحالة الروحية. وهو ورد هو ورد بيختلف من طريقة لأخرى. فمثلا في طريقتنا طريقة الرأس الصوفي اللي بنعمله الطريقة الشاذلية مثلا بيختلف عن الرأس اللي بتعمله الطريقة المولوية. فاختلاف المشارب بس المنبع واحد أو الشجرة واحدة والفروع مختلفة. اللي هي نفس الفلسفة العشق نفس الفلسفة. الإلهي صحيح. وبالتالي اللي بيعشق الإله بيعشق كل عناصر الكون وبيتوحد مع كل صحيح. الكون وبيعشق مخلوقات الله عز وجل. طبعا هو هي رسالة كلها فيها حب كلها تسامح كلها أخلاق قبل يعني قبل كل حاجة. فإحنا بنركز على نشر القيم يعني الصافية والنبيلة من خلال الفن. وده لا يتعارض في كتير واحنا محتاجين نأكد على الفكرة دي خاصة في العصر اللي احنا فيه. الفن قد يكون وسيلة للتقرب إلى الله. أنا كمان بتقولوا أنتوا على علاقة قوية بالشيخ علي جمعة. صحيح. هقول حفلات وكده يعني ما بيحضرش بس في علاقة روحية علاقة شيخ بفقير علاقة شيخ بتلميذ بيستمع مثلا الموسيقى أحيانا. اكيد اكيد يعني فهو يعني له فتاوي عديده في الباب ده. فمن خلال ده عشان اقول لك حاجه واحده احنا معانا ثلاث اجانب في الفرقه. اثنين منهم اسلموا عن طريق الموسيقى والفن فقط عن طريق فرقه ابن عربي. فالواحد يعني مش دايما دي رساله ساميه بتبين يعني سمو الدين واخلاق يعني المسلمين من غير اللي احنا بنشوفه مؤخرا يعني. هل معنى كلامك انه القصه مش قصه ان انا بعرف اغني او متدرب كويس على الغنى فادخل اغني صوفي وخلاص؟ لا، انت لازم تكون عايش الفلسفه دي. أكيد. يعني دي المواصفات اللي يجب ان تتوافر في المطرب الصوفي او اللي هيقرر او العازف الصوفي او المنشد الصوفي. انا لو هتكلم عن نفسي انا عشت في بيئه ما بعرفش يعني اخرج منها. فمثلا بتلاقيني في خشبه المسرح يعني بنسى الجمهور بنسى الناس بنسى نفسي يعني بتلاقيني بعيش حالة تانية يعني مجرد خمس دقايق ست دقايق بيتغير كل حاجة بالصراحة بالنسبة لي. وبعتقد في يعني تقرب الله عز وجل لأنه أنا متربي في الجو ده من وأنا صغير. في ناس بتاخده هو فولكلور بس أنا بالنسبة لي لا أو موضة لأنه زي ما قلت طلع موضة بس ممكن أصل أي حاجة معرضة أن تتحول لتجارية أو موضة أو تجارية يعني. أنا بالنسبة لي ده الفن رسالة وبقدمه من غير أي ربح مادي. بالعكس إحنا حابين نبين التصوف الحق اللي بيسمو بالروح. نسمع إيه بعد وقت؟ نسمع رائعة سيدي. احنا بنتكلم عن الحب كده والفناء في المحبة. نسمع هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. يلا بينا. لسلطان العاشقين عمر بن الفارض. هو على فكرة دفين أسفل جبل المقطم هنا في القاهرة. هو الحب فاسلم بي الحشا ما الهوى سهل فما اختاره الضنان به وله عقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله وعش خالياً فالحب راحته عناها فأواله سقمون وآخرون
قتله. قتله فأوله سقم وآخره قتله. لا ففسر بالمعنى المجازي. آه. فهو الحب يعني، فإحنا بنتغنى في الحب الإلهي في عشق الله عز وجل. انتوا بتختاروا حاجات متنوعه مختلفه رغم انه اسم الفرقه فرقه ابن عربي طبعا هو الامام الاكبر يعني في الصوفيه ومؤسس طريق الاكبريه، لكن انتوا بتختاروا من كل المشايخ الصوفيه سهر وردي بالفارد ربعه ربعه العدويه السيده ربعه العدويه في رائعة عرفت الهوى او بمعنى اخر احبك حبين من الامام الششتري كمان بنغني. امام الششتري على فكره هو هو اندلسي مغربي وعاش فتره طويله في مدينه فاس وانتقل الى 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 مصر وهناك توفي بمدينه دمياط بالضبط. عندنا طلب خاص من فريق التعداد سلبت ليلى مني العقل تحت امركم سبحان الله. انا خطرت ببالي وانا بغني هو الحب وقلت يعني ازاي ما غنتش سلبت ليلى. انت بقى في منطقه انت ان شاء الله. دي لمين بقى؟ دي للامام ابي الحسن الششتري اللي اتكلمنا عليه يعني فقبل شويه علشان يعرف انه احنا عندنا ارتباط الكلام عند الصوفيه فبيدل على سر. سبحان الله احنا بنتكلم على صاحب القصيده وحضرتك ذكرت تواصل قلوبهم سبحان الله. ملائكته حاضرين احنا في مصر نقول لك ملائكته حاضره لما صح صحيح. سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتلى ارحم القتلى حبها مكنون في الحشا مخزون أيها المفتون هم بها ذلا هم بها ذلا إنني ولها خادم أيها اللائم خلني مهلا خلني مهلا خلني مهلا اخر اخر حاجه بقى عشان الفقره طبعا وقتها يعني احنا عايزين نقعد معاك كتير جدا بس الفقره في اخرها نقول تاني للمشاهدين الحفلات اللي جايه في القاهره. هي باذن الله مرت حفله السائل الحمد لله حفله الاوبرا كومبليت يعني قبل حتى ما نروح في 30 ساعه تقريبا اللي هي بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله في المسرح المكشوف. في ان شاء الله فرصه اخيره للي لسه ما اشتريتش تذاكر في الاسكندريه في المكتبه امتى؟ يوم 1 نوفمبر الساعه 8 بالليل وكلهم الساعه 8 بالليل على فكره. فبتمنى من الناس يحضروا ويشجعونا على نشر الفكر والمفهوم الجميل ده. بالتأكيد نورتوا مصر مره ثانيه. أنا لسعيد ومصر منورة بأهلها وشكرا لصباح الورد ويسعد صباحكم بالخير والسعادة والحب والأمان والسلام والتسامح. مفيش أحلى من كده دعوة نختم بيها. أنا بشكرك شكرا جزيلا حياتنا لبقية الفرقة وإن شاء الله تكون إقامتكم جميلة وتتفاعلوا مع الجمهور طبعا تفاعل كبير زي ما هو وربنا يحفظ مصر من كل مكروه ويجعلها باب للسلام. اللهم امين. اللهم جزيلا. امين في انتظار العاشق والمعشوق كمان باذن الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا صباح الورد. شكرا لحضراتكم صباح الورد يا مها. صباح الورد يا حسام وصباح الورد على كل مشاهدينا. احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا بكره ساعتين قبل دلوقتي هنكون معاكم على شاشه قناه تان وحلقه جديده من صباح الورد.